بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مجددا في دروس الرياضيات للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. درس اليوم هو التعليم على مرصوفة، رقم الدرس 34 من دفتر الأنشطة الرياضيات صفحة 39. أتمرن. لاحظ مواقع الأشياء على المرصوفة واكمل ملء الفراغات الآتية. هذه تسمى المرصوفة. المرصوفة مكونة من خانات. هذه الخانات هي تقاطع الأسطر مع الأعمدة. هذا سطر وهذا سطر وهذا سطر وهذا سطر، وهذا عمود، العمود الثاني والثالث والرابع والخامس. نبدأ الترقيم انطلاقا من السهم الموجود هنا. هذا السطر الأول، هذا السطر الثاني، وهذا الثالث، وهذا الرابع، وهذه أعمدة. أولا، الأشياء الموجودة في السطر الثاني، هيا نبحث عن السطر الثاني. هذا السطر الأول وهذا السطر الثاني. ما هي الأشياء الموجودة في السطر الثاني يا ترى؟ ماذا يوجد؟ يوجد حافلة وطائرة. إذن الأشياء الموجودة في السطر الثاني هي الحافلة والطائرة. ثانيا، الأشياء الموجودة في العمود الثالث هي، ما هي الأشياء الموجودة في العمود الثالث؟ أين هو العمود الثالث؟ قلنا هذه تسمى بالأعمدة. هذا العمود الأول وهذا العمود الثاني وهذا العمود الثالث. ما هي الأشياء الموجودة في العمود الثالث؟ الدراجة والسيارة والحافلة والقطار. الأشياء الموجودة في العمود الثالث هي الدراجة والسيارة والحافلة والقطار. وفي العمود، في أي عمود؟ في العمود الأول. في العمود الأول. رابعا، ما هو الشيء الموجود في السطر الثاني وفي العمود الخامس؟ هيا نذهب إلى المرصوفة ونبحث عن الشيء الموجود في السطر الثاني والعمود الخامس. السطر الأول، هذا السطر الثاني، نبحث عن العمود الخامس. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن ماذا يوجد في السطر الثاني والعمود الخامس؟ يوجد الطائرة. Thank you.
إلى هنا نصل إلى نهاية حصة اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، ونلتقي في حصة أخرى يا براعم المداد. إلى اللقاء.